السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد صالح، النشرة الإخبارية الأسبوعية نبدأها بالعناوين. إحياء ذكرى نكبة الروهينجا في 3 يونيو في عدد من دول العالم. اعتقال 8 روهينجيين في ولاية أراكان بتهمة مخالفة الأنظمة والقوانين. الحكم على روهينجي بالسجن لمدة 3 أشهر بتهمة الخروج في ساعات الحظر. الحكومة البورمية ترفض وبنغلاديش ترحب باللجنة الدولية لتقصي الحقائق في بورما. ترحيب روهينجي واسع بقرار مجلس حقوق الإنسان تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق في بورما. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أحيا الروهينجيون في مختلف أماكن وجودهم في العالم الذكرى 5 لنكبة الروهينجا التي وقعت بتاريخ 3 يونيو في عام 2012، وذلك بإقامة سلسلة فعاليات مختلفة خاصة بهذه الذكرى المؤلمة. وشهدت كوالالمبور العاصمة الماليزية ندوة تثقيفية نظمتها قناة أرفجن الفضائية، وشاركت فيها منظمات روهينجية وناشطون في القضية، حيث ألقى محمد نور مدير قناة أرفجن الفضائية خطابا أوضح فيه أن هذا التاريخ لن ينساه الروهينجيون على مر الأزمان، لكونه شهد أبشع المجازر الجماعية بحق الشعب الروهينجي، موضحا أنه ينبغي على جميع أفراد الشعب الروهينجي العمل على تجاوز هذه المراحل الصعبة بالعمل والتكاتف وتحويل هذه المشاعر المكبوتة في نفوس الروهينجيين إلى شمعة أمل تضيء الطريق. وشهدت بنغلاديش العديد من الفعاليات إحياء لذكرى النكبة، حيث دعت منظمات روهينجية إلى المشاركة في الملتقيات الخاصة بهذه المناسبة في مختلف المناطق ببنغلاديش لإحياء هذه الذكرى. وفي السعودية نظم روهينجيون ملتقى شارك فيه العديد من الشخصيات البارزة والمنظمات الروهينجية، حيث أكد الناشط الروهينجي حافظ سليم أنه التمس من الحاضرين تمسكهم بحق العودة لبلادهم ووطنهم أراكان إن طال الزمان أو قصر. أما في أمريكا فقد نظم ناشطون روهينجيون وقفة احتجاجية رفضا للانتهاكات الإنسانية التي يتعرض لها الروهينجا في بورما في ذكرى النكبة 5 لنكبة الروهينجا. اعتقلت القوات البورمية 4 روهينجيين من بلدة مندو بولاية أراكان في ساعات متأخرة من الليل ونقلتهم إلى جهة غير معلومة. وذكرت مصادر محلية أن القوات البورمية حاصرت عدة قرى في شمال البلدة خلال تنفيذ عمليات الاقتحام وقامت بتفتيشها، كما اقتحمت القوات البورمية قرى الروهينجية في بلدة بوسيدونغ وداهمت عددا من المنازل، حيث اعتقلت 4 روهينجيين بتهمة مخالفة الأنظمة والقوانين وإيواء أشخاص مشبوهين في منازلهم. وتنفذ القوات البورمية هذه الأيام عمليات اعتقالات مكثفة في البلدات الروهينجية بولاية أراكان بحجة ملاحقة مطلوبين وبتهم أخرى غير منطقية وباطلة. اعتقلت الشرطة المحلية في بلدة مندو بولاية أراكان رجلا روهينجيا يدعى أنيس الله شاه عالم بتهمة مخالفة قانون حظر التجول المفروض على البلدة. وأفادت مصادر محلية أن الرجل في أثناء عودته للمنزل في تمام الساعة 8 مساء تم القبض عليه من قبل أفراد الشرطة والحكم عليه بالسجن لمدة 3 أشهر. يشار إلى أن حظر التجوال في البلدة يبدأ من 9 مساء وينتهي في 4 صباحا، حيث تقوم القوات البورمية في الساعات المتأخرة من الليل بتفتيش المنازل الروهينجية واقتحامها بشكل يومي. رحبت الحكومة البنغالية بإعلان رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جواكيم ألكسندر تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في بورما، معتبرة الخطوة الأممية الجديدة بالمهمة لإيجاد حلول للقضية التي باتت اليوم قضية دولية وثقيلة على دول الجوار. وأكدت وزارة الخارجية البنغالية ترحيب بنغلاديش بالقرار الأممي ودعمها للجنة والجهود الأممية في بيان رسمي، مؤكدة أنها تدعم كل الجهود الدولية لإنهاء الأزمات والقضايا في بورما. ومن جانبها ترفض الحكومة البورمية قبول اللجنة الدولية لتقصي الحقائق
للتحقيق في الانتهاكات الإنسانية في ولاية أراكان وكاشين وولاية شان، بالقول أنها تعمل على فرض الأمن والسلام في الولايات المضطربة في البلاد، وأن اللجنة التي شكلتها لهذا الغرض تعمل على رصد المشكلات، وأنها بصدد إصدار تقريرها النهائي بشأن الأوضاع في تلك الولايات. رحب ناشطون روهنجيون بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إرسال بعثة تقصي للحقائق للتحقيق في الانتهاكات الإنسانية والجرائم التي ترتكب بحق الروهنجيا في بورما، وعبرت منظمات حقوقية روهنجية عن ترحيبها بالقرار الأممي الذي يأتي في خضم سعي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إنهاء المشكلات في بورما وتقديم مرتكبي الجرائم الإنسانية إلى العدالة. وعد ناشطون روهنجيون قرار مجلس حقوق الإنسان إرسال لجنة دولية إلى بورما قراراً مهماً في تاريخ القضية الروهنجية التي كانت في يوم من الأيام في طي النسيان. مشاهدين الكرام، بهذا وصلنا إلى نهاية النشرة، قدمناها لكم من قناة أرفيجن العربية.